عن الجيل الرابع من الحروب فيما يتعلق بالشائعات، وأنت لك الكثير من الأبحاث والدراسات في هذا الأمر. مساء الخير أستاذ مصطفى، لزملائي العمل تحياتي لهم، تحية للمشاهد الكريم، برقيتنا لشهدائنا، كل ما نسعى ليه النهاردة وبكرة ومبارح من أجل دمكم اللي راح عشان ما يروحش هدر أبدا، وإحنا وراكم يا رب نأدي نفس الدور اللي أنتوا أديتوه. حضرتك اتكلمت كلام جيد جدا في الجزء الأول، واتكلمت دلوقتي، والأخت الحقيقة نعائم من مجلس الدعم اتخذ القرار، قالت ردت قالت لك لا مش تقرير أسبوعي، أنا تقرير أسبوعي دي مسألة جن يا أستاذ مصطفى، لأن الإشاعات دي سخنة كل دقيقة وكل ساعة وكل ثانية، وفي أجهزة قاعدة مرتبة ومرقدة لهذا الموضوع. صحيح. بس ما تيجي ناخد المصريين والناس العاقلة لرحلة صغيرة كده عشان يعرفوا الدنيا ماشية إزاي. نقول مين أول من واحد ابتكر موضوع الشائعات ده ولعب في عقل الإنسان؟ فاكر أما وسوس الشيطان إبليس قال لآدم وخرم نهاكما ربكم عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. شوف بقى البيان العملي الجميل والنموذج التفكيري الرائع بالشائعة جاية منين وأساسها إيه. حضرتك اتكلمت عن الجيل الرابع وحربه وربطه بهذا الموضوع. أيوة طبعا، الجيل الرابع من الحروب، الدول قالت إيه؟ قالت الحروب بتكلفنا كتير قوي قوي قوي. طب ما أنا لو صرفت 1% بس من تكلفة أي حرب أقدر أخلي الناس دي تركع وهي قاعدة في بيوتها والتليفونات قدامها وعلى ودانها وشاشات الإعلام قدامها. اتضح يا أستاذ مصطفى إن الطيارة الواحدة F-16 حسب التركيبة والتجهيز اللي فيها ثمنها من 14 ل 27 مليون دولار، والسخوي 27 مليون دولار، والرافال 90 مليون دولار، والدبابة الواحدة من 2.5 ل 6 مليون دولار. طب ما احنا بلاش الحرب بقى وهنفضل نسلح الناس دي بحجم من الشائعات لحد ما الدول بتاعتهم تتآكل من الداخل ببطء شديد وبشكل مستمر متواصل عشان الدول دي تنصاع ولإرادة الخصم بمنتهى الهدوء. الشائعات دي مش أنا وأنت قاعدين نقرق ونطلع الشائعة، لا، الشائعة دي لها أجهزة مختصة. أنا مش هفترض الكلام اللي قاله سيادة الرئيس 21,000 20 15 10 1000 شائعة في الشهر في 3 أشهر يا أستاذ مصطفى. ومش شائعة في اتجاه واحد، لا، الحرفنة في الشائعة إن لها لعيبة بتلعب على المستوى الاجتماعي، بتلعب على المستوى السياسي، بتلعب على المستوى الديني، بتلعب على المستوى العسكري، كل شائعة في النهاية تكمل المنظومة عشان أهزلك الدولة وخليها تتآكل من داخلها تبقى تتحول إلى دولة فاشلة أي حد من الداخل يقدر يسيطر عليها لمصالح وأهداف خارجية. طيب هل الشائعات قاصرة على حاجة؟ يعني القانون والعرف الدولي بيقول الشائعة يا جماعة لازم تبقى في اتجاه واحد، لا، وارد ديني، وارد افقي، وارد اجتماعي، وارد ثقافي، وارد اي نوع. في النهايه اخليك الاستاذ مصطفى ومستمعيه ومشاهديه يفقدوا الثقه بالاستاذ مصطفى وبناجي الشهود وبالرئيس عبد الفتاح والدكتور مدبولي، كل ده ملوش قيمه. نفضل نضرب فيكم يا مصريين لحد ما تشكوا في لقمه العيش اللي انتوا بتاكلوها. طيب المساله دي لها زمن؟ هل لها ترتيب معين وبعد فتره زمنيه هيعتقونا؟ لا، وانا بكلم حضرتك دلوقتي في هناك من يدير ويدبر لشائعات جديده متجهزه عشان ناخد بايدين المصريين للهلاك وللتآكل والخراب الدوله ووصلهم للدوله الفاشله. طب هما يا ترى بيعتمدوا على الاعلام بس ولا على المكتوب بس ولا قعده القهاوي ولا النوادي ولا وسائل المواصلات ولا التلفزيون ولا الراديو؟ كل ما يخطر على بالك الشائعات لها تصنيفة ازاي نوصل من كل حتة بحيث اما تتلم عند الانسان الطيب البسيط المحترم يصدقها. ما هو انا كمسؤول ان ما كنتش امسك الشائعة دي وفنطها ثانية بثانية زي ما قالت الاستاذة الدكتورة، ايوة انا بحلل وارد انما ما تتأخرش عليا. انا عشان اقاتل هذه الشائعات يا استاذ مصطفى ما عنديش غير ان انا ابقى واضح قوي وصريح قوي. اوعى تتخيل ان الانسان سنه 2018 يوليو 2018 هو يوليو 52. اكيد لا، نبقى غلطانين. الانسان اتغير كتير قوي، وان لم احترم ذكائه والمؤثرات
اللي ضغط عليه من كل حتة وسايب الإنسان المصري نهيمة نهب لكل هذه السفلات، يبقى أنا ما باخدش بإيده. الوضوح والصراحة شيء مهم جدا. سيادة اللواء طبعا الوقت أزف، أنا آسف، لكن لازم يكون لنا حلقة مع سيادتك نتكلم فيها عن مخاطر هذه الشائعات ومخاطر الجيل الرابع.